شيكابالا والمسلوسي، ماذا يخص هذا العنوان؟ يمكن شيكابالا كان اعلن ان هو هيعتزل بنهايه الموسم القادم. ايوه انا بقول لك جلسه حصلت خلال اليومين اللي فاتوا من كبار نادي الزمالك، اللعيبه الكبير عمر جابر، زيزو، اتكلموا مع شيكابالا في موضوع التراجع عن القرار ده، وقالوا له ان هو حتى الموسم الحالي قبل الاصابه شيكابالا كان بيقدم مستوى مميز جدا، يعني حتى الارقام بتاعته، عدد الاسيستات، عدد الاهداف اللي جابها مميز، فقالوا له ان القرار احنا شايفين ان هو مش منطقي. شيكابالا كان رده تحديدا، ويمكن ده من احد اللعيبه الموجودين، قال لهم انا القرار في حمله كانت معموله عليا في الفتره الاخيره، انا حاسس ان انا ما بقاش عندي الشغف ان انا افضل اواجه الضغوط دي، لكن احنا لسه قدامنا سنه ونص. فقال ان انا في الوقت اللي بينتهي فيه الموسم القادم هقيم نفسي فنيا، انا مش عايز احمل على نادي الزمالك اكتر من كده، وبالتالي شيكابالا لو في الوقت ده شاف ان هو غير قادر هيعتزل، لو شايف ان هو قادر ممكن يكمل. وعايز اقول لك ان مجلس اداره نادي الزمالك انا برضو تواصلت معاهم اسالهم على قرار شيكابالا ده، فقالوا لي الكوره في ملعب شيكابالا، هو اللي عايزه شيكابالا يعني يكون. الجديد في الموضوع ان ده دلوقتي القرار مش المفاجاه نهائي، ان القرار ده ليس نهائيا، مش وانه ممكن نهائي شيكابالا بالظبط. يتراجع عن قرار اعتزاله. بالنسبه للمسلوسي، المسلوسي يمكن بعد ادائه الجيد في مع منتخب تونس في الاجنده الدوليه الاخيره، وصل انباء للزمالك ان في عرض قطري للمسلوسي، يمكن الموضوع بمجرد ما اتفتح مع جوميز، المسلوسي من اللعيبه اللي ما تقربش ليها مفهوم. بالنسبه لجوميز، فقال لهم الموضوع يعني مرفوض تماما، وانا بقول لك المسلوسي في الفتره الجايه هتجدد له 3 سنين في نادي الزمالك.